حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. الفيديو النهارده هيكون هل مشاعر صديق لك وحدك، ولا يا ترى ممكن يكون في حد تاني في حياته وانت ما تعرفش؟ وهل اعجابه بيك فعلا صدق، ولا هو بيتكلم كده معاك وبيقول لك ان هو معجب بيك بغرض انه يتقرب منك لهدف تاني؟ كمان هنشوف هل هذا الشخص يستاهل حبك، ويستاهل ان انت تفضل معاه، ويستاهل ان انت تفكر فيه وتبقي عليه، ولا ما يستاهلش اي حاجة من دي. طيب، القراءة دي هتبقى اول حرف من اسم الشخص او باختيار الاساور. الاسورة الاولى دي المجموعة الاولى، دي المجموعة الثانية، دي المجموعة الثالثة. طيب، لو انتوا بتتفرجوا عليا ولسه ما اشتركتوش في القناة، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله وبعمله اول باول. ولو عاوزين قراءة مدفوعة تتواصلوا معايا على رقمي، رقم الواتساب بصوركوا دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. في ناس بتكتب لي في الكومنتات عايزة اتواصل معاكي. يا جماعة، انا رقمي في الديسكريبشن بوكس في صندوق الوصف، هتلاقوه تحت الفيديو على طول، في سهم دوسوا عليه هتلاقوا انا كاتبه لكم الرقم بالنسبة لداخل مصر والخارج مصر. تمام كده؟ طيب، نبتدي بقى أول قراءة ونشوف الشخص ده مشاعره ايه وهل صادق ولا لأ. طيب، خلونا نبتدي في أول مجموعة ونشوف هل مشاعره صادقة لك وفي حد تاني في حياته، ولا انت بس لوحدك. نبتدي بأول مجموعة ونشوف مشاعر الشخص ده ايه. طيب، بالنسبة لأول كارت طلع كارت الكوين اوف كابس، يعني مشاعر الدفء والرومانسية ومشاعر الحب الصادقة، يعني ده أول كارت طلع. بعديه الكارت بقى الأحسن منه ذا لافرز، يعني انتوا مش مجرد اتنين بتحبوا بعض أو في علاقة مع بعض، أو يمكن يعني زي اي علاقة عادية. لا، ده ذا لافرز، يعني ممكن تكونوا انتوا علاقة سابقة، يعني تعرفوا بعض من زمن سابق، في بينكم ترابط، في بينكم توافق، في بينكم تخاطر كمان. هو بيتخاطر معاك وانت بتتخاطر معاه، هو بيحس بيك وانت بتحس بيه. كمان بعد كده طلع كارت الكينج اوف كابس، يعني كوين اوف كابس والكينج اوف كابس، يعني مفيش اكتر من كده، ملك الحب وملكة الحب. فالشخص ده بيحبك حب، وحب ناضج كمان، وكمان الشخص ده متحمل المسؤولية، ولكن هو شخص بطيء شوية في قراراته، مبيعرفش ياخد قرار بسرعة، أو مبيعرفش إن هو عاوز حاجة ياخدها بسرعة أو يخلص، يعني في موضوعه مثلا لو هو مرتبط بيك بس لسه مفيش خطوبة ما بينكم أو حاجة، فالشخص ده بطيء شوية في اتخاذ قراراته، وبيخاف يندم على حاجة، بيخاف يندم انه عمل حاجة مثلا، او بيندم بعد فوات الاوان. الشخص ده بيندم بعد فوات الاوان، وبيخاف جدا برضه ان هو يعمل حاجة ويندم عليها بعد كده، فيمكن عشان كده بيقعد فترة طويلة عبال ما ياخد القرار، وعبال عقبال ما يبقى القرار بالنسبة له هياخده خلاص اوكي. طيب، كمان في ذا هانجد مان، يبقى الشخص ده ايه؟ الشخص ده متعلق فيك، في تعود في العلاقة دي، سواء انتوا بتسيبوا بعض وبترجعوا لبعض، سواء انتوا لسه مع بعض، سواء دلوقتي في انفصال ما بينكم انتوا الاتنين ومش بتتكلموا، ففي تعود في العلاقة دي منك ومنه، انتوا الاتنين متعودين على بعض. والشخص ده كمان هو مش قلبه حنين ومش رومانسي ومش بيحسس بحب من ناحيتك، كمان الشخص ده عقله كويس جدا، عقله عقل ناضج، يعني طلع كل كروت اللي طلع هنا الكينج اوف كابس والكينج اوف سورس، يعني الشخص ده عقله ناضج جدا،
وعنده قوة فكرية عالية، يعني من الناس اللي بتعرف تفكر كويس جدا، ولما تيجي تستشيره في حاجة هتلاقيه الشخص ده، هتلاقيه على طول، وهتلاقيه كمان بيقول لك الرأي الصح. طيب نشوف اكتر برضو عن الشخص ده، بس يعني الحمد لله احنا اول مجموعة اهو. الشخص ده بيحبك حب بصدق، وكمان في تخاطر ما بينكم، ممكن تكونوا علاقة سابقة. طيب يا جماعة، كارت التو اوف كابس، لا ده حب شديد في العلاقة دي، انتوا بتحبوا بعض جدا، انت وهو في ما بينكم حب شديد، بالرغم ان ممكن تكون انت خافي الحب ده او هو خافي الحب ده، ولكن من جواكوا عارفين ان انتوا بتحبوا بعض، هو بيحبك وانت بتحبه. طيب بالنسبة للمنفصلين، وانت داخل تسأل عن حد انفصلت عنه، عايز تعرف ان كان حبه ليك صادق ولا لأ، انتوا انفصلتوا بسبب خلاف، بسبب صراع، بسبب ممكن يكون اهلك واهله كمان مش انت، حصل ما بينكم خلاف. طيب بالنسبة للشخص ده، بالنسبة للمنفصلين، هو بالنسبة لك غامض دلوقتي، ولكنه يريد التواصل معاك ورجوع العلاقة تاني. الشخص ده عاوز يتواصل معاك ويرجع العلاقة تاني، بالرغم ان هو شخص غامض في الفترة الحالية، وانت مش عارف اذا كان لسه بيحبك وباقي عليك ولا لأ، ولكن الشخص ده عاوز يتواصل معاك تاني. طيب بالنسبة لو انت بتسأل عن شخص انت معجب بيه، وعايز تعرف هل فعلا هو معجب بيك زي ما بيقولك ولا لأ، فالشخص ده ايوه معجب بيك جدا، وشايف ما بينكم توافق كبير قوي، وكمان حاسس من ناحيتك بحب، كمان مش اعجاب، حاسس من ناحيتك بحب، حتى لو لسه ما قالكش ان هو حاسس من ناحيتك بحب، ولكن هو من جواه حاسس بالحب ده، وشخصيته ثابته شويه على الارض، يعني كمان مش من الاشخاص اللي برايه كل شويه، لا قراره بيطلع مره واحده وهو بيبقى القرار الصح، مش كل شويه بيغير قراره. طيب هو الشخص ده ممكن يكون لو في ما بينكم شوية خلاف، لو في ما بينكم شوية زعل، ده بالنسبة للمنفصلين، او لو انتم مرتبطين وفي بينكم خلاف او زعل، فهو بيأمل للاستشفاء للعلاقة دي، عاوز استشفاء، يعني كروت الاستشفاء الاتنين طلعوا، الشخص ده عاوز العلاقة دي تستشفي وتوصل ل توصل لحاجة كويسة، توصل ل تقدم في العلاقة أكتر. لو هو انتم مرتبطين عاوز يتقدم في العلاقة أكتر، يبقى في بينكم خطوبة. هو زي ما قلتلك طاقته بطيئة، وده اللي مخليه تحس ان هو متحير شوية أو متردد شوية، بس هو بيحسبها كويس قوي. طيب هنا في أبراج ايه؟ هنا في برج الكوس وبرج العقرب وبرج الجوزاء والحوت والجوزاء تاني والأسد. طيب نشوف الشخص اللي بقى تستناه، هو فعلا يستاهل حبك ولا لا. هل فعلا الشخص ده يستاهل حبك، وهل فعلا تستناه؟ طيب في طاقة منكم العلاقة دي ممكن يكون في حسد او في سحر عليك او عليه، ممكن يكون يعني في طاقات سلبية هي اللي معطلة ان يحصل تقدم في علاقتك بيه، سواء انتم منفصلين مرتبطين اي حاجة، انا بتكلم على كل الطاقات.
في حاجة معطلة ان يحصل تقدم في العلاقة دي، فيمكن عشان كده انت مستني بقالك كتير ومفيش تقدم. فهنا الكارت ده لما طلع اكد لي ان انت ممكن يكون في عيون عليك او في عيون عليك. العيون دي هي اللي معطلة تقدم العلاقة دي، وهي يمكن اللي مخلياك في حالة من التعب وحالة من القلق، وهو كمان في حالة من ال هو متحمل المسؤولية وفي نفس الوقت حاسس بحمل كبير فوقه، يعني يمكن كمان بسبب الحمل اللي عنده مش عارف ياخد خطوة معاك ومش عارف يبتدي بداية معاك. كل اللي بيعمله ان هو عينه عليك وبيراقبك وحاطط عينه عليك، يعني ما بيشيلش عينه من عليك الشخص ده. ولكن اللي معطله عن تقدم العلاقة دي هي طاقات سلبية، ممكن يكون من عنده، ممكن يكون من عندك انت، في ناس عينيهم على العلاقة دي. طيب فالشخص ده يستاهل ان انت تستناه ويستاهل حبك ليه، ولكن الطاقات السلبية هي اللي معطلة التقدم العلاقة دي، التقدم في العلاقة دي. طيب في هنا برج الجدي وفي برج الحمل. كده احنا خلصنا اول قراءة، يا رب تكون انطبقت عليكم، ونخش بقى على تاني قراءة اللي هي الحجر الشفاف بحرف اسم الشخص اللي هتحطه في بالك. هنشوف يا ترى مشاعره صدق لك وحدك ولا في ناس تاني في حياته. الكلام اللي بيقولهولك بيقوله الناس تانية، هنشوف. مجموعة رقم 2، هل الشخص ده مشاعره صادقة ليك أو إعجابه بيك صادق فعلا، هو معجب بيك ولا بيقولك كده عشان يوصل لهدف؟ طيب نرجع ونشوف مشاعر الشخص ده صادقة ليك وحدك ولا في حد في حياته تاني ولا ايه. عشان كده انت بتتفرج على الفيديو ده، انت مش عارف ومش مش يعني ممكن تكون شوية بتحس اوكي مشاعره صادقة وشوية لا، لان هو شخص غامض، شخص بيبين لك يمكن اللي عايز يبينه لك. بس احنا لسه برضه هنشوف اكتر، بس هو اول كارت طلع، ادم طلع الكارت ده يبقى الشخص ده عاوز يبين لك اللي هو عايز يبينه لك. في هنا طاقة منفصلين واضحة جدا 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 وكتيرة، يمكن المجموعة دي فيها منفصلين أكتر من مرتبطين. طيب بالنسبة للأشخاص المنفصلين، بالنسبة للشخص ده بيحبك ولا حبه صادق ليك ولا لأ؟ هو حبه صادق ليك، ولكن هو من النوع اللي مغرور شوية، ومن النوع اللي بيحب يبقى مرغوب فيه، يعني انت اللي تبين له اكتر ان انت بتحبه، او انت اللي تبين له اكتر ان انت باقي عليه. وغامض جدا، يعني بالنسبة لأي طاقة بيتفرج عليها دلوقتي، هو الشخص ده بالنسبة لكم غامض، هو فعلا غامض بيبين لك اللي هو عاوز يبينه. طيب بالنسبة للمنفصلين، ايوه الشخص ده في فعلا حب من ناحيته، وفي قلق، يعني هو بعد ما انفصلتوا عن بعض في قلق في العلاقة، مش في قلق في العلاقة، قلق من ناحيتك، يعني الآن يمكن ان انت تكون خلاص فعلا ضعت منه خالص، يعني يمكن بيراقبك بيبص عليك بيشوفك دخلت في علاقة تانية، بس هو من ناحيتك الآن عاوز يطمن او عاوز يحس ان هو فعلا انت لسه بتحبه او باقي عليه. ده بالنسبة للمنفصلين. طيب بالنسبة بقى للمرتبطين، او لو ده شخص انت معجب بيه وهو قالك ان هو معجب بيك ولكن انت مش متأكد، يعني كل الطاقات اللي نزلت دي طاقات منفصلين.
طيب بالنسبة للأشخاص اللي هم معجبين بحد، الشخص ده قال لهم إن أنا معجب بيكم، هو فعلا معجب وفعلا ممكن يكون شايفكم بداية بالحب أو بداية كويسة ليه، ولكن انتوا لسه ما زلتوا في مرحلة الأصدقاء، لسه ما حسش بحب من ناحيتك. يمكن شايفك بداية حلوة ليه، لكن لسه ما حسش بحب من ناحيتك. ده بالنسبة للأشخاص المعجبين بحد، هو فعلا معجب بيكم ولكن لسه ما حسش بحب من ناحيتك. طيب بالنسبة بقى للناس المرتبطين، يعني في ما بينهم اعتراف بالحب. انا شايفة برضو ان المرتبطين في العلاقة دي مش شايفة فعلا حب واضح، ولكن الشخص ده يعني شايفك حاجة مختلفة بالنسبة له، او شايفك حاجة حابب ان هو يعرف تفاصيلها. يمكن انت بتثير فضوله، حابب يعرف تفاصيل اكتر عنك، او حابب ان هو يتعمق اكتر في شخصيتك. عشان كده يمكن قالك ان ترتبطوا ببعض، او يبقى في ما بينكم حب، او يكون في ما بينكم علاقة. لكن انا مش شايفة بصراحة حب هنا، انا شايفة ان هو شايفك شخص مختلف، شخص بتحب يعني طاقتك نارية. ممكن تكون انت طاقتك نارية، او انت بتحب تعمل تنجز حياتك بسرعة، تعمل كل اللي انت عاوز تعمله بتعمله بسرعة ما بتتأخرش. يعني انت عندك طاقة حماسية وطاقة فيها شجاعة شوية، فعاجبه شخصيتك وحابب ان هو يخش يتعرف على شخصيتك اكتر، يعني يخش في تفاصيل شخصيتك، فهو شايفك شخص مختلف. طيب شوفك اكتر برضو، هو حابب يخش في شخصيتك. ده بالنسبة للمرتبطين، عاجبه دماغك جدا على فكرة، عاجبه الحماس اللي في شخصيتك، وعاجبه حنيتك واحتوائك ليه. يبقى المرتبطين الشخص ده حاسس ان انت حاجة مختلفة، معجب بشخصيتك، حابب احتوائك وحنيتك، ومبهر جدا ان انت شخصية اكتف كده، يعني اللي هي حماسي، انت حماسي، فهو معجب جدا بشخصيتك وحابب ان هو يخش اكتر في تفاصيل شخصيتك. بس انا بصراحة مش شايفة ان في حب هنا في العلاقة دي اللي هما مرتبطين، شايفة ان هو معجب بيك. تمام. بالنسبة للمنفصلين، هو بيحبك وعاوز يرجع لك. بالنسبة للمنفصلين، لو ده معجب فانا شايفة ان هو شايفك كصديق ليه وكبداية حب، معجب بيك وشايفك كبداية حب، لكن لسه برضو مفيش حب. وبالنسبة للثلاث طاقات، الشخص ده غامض شوية، يعني غامض كتير مش شوية. اقول لك بقى الابراج اللي هنا ايه. في هنا برج العقرب طلع بشدة، وبرج الاسد، وبرج السرطان، والدلو. بس طيب نشوف بقى الشخص ده يستاهل حبك، يستاهل ان انت تستناه. هل الشخص ده يستاهل الحب ويستاهل ان انت تستناه؟ هو برضه يعني طبعا الغامض ده بيفضل طول عمره غامض. بس هل يستاهل ان انت تستناه؟ ايوه يستاهل ان انت تستناه، وممكن العلاقة اللي هي ما بينكم كصداقة بالنسبة للمعجبين تتحول بعد كده لحب. والشخص ده محتاج انه يحصل له استشفاء،
في حاجة في حياته أثرت عليه محتاج إن هو يستشفي، في حاجة مأثرة عليه في حياته دي باينة جدا، وأدام طلع الكارت ده أول حاجة يبقى الشخص ده محتاج الاستشفاء. فأنت ممكن تستنى معاه لحد الشخص ده ما يستشفي، ولحد الشخص ده متردده يروح، لأن الشخص ده متردد. بالنسبة يستاهل الحب، يستاهل الحب. بالنسبة للمنفصلين، يستاهل ان انت توافق ان هو يرجع لك تاني او تبقوا في حياة بعض تاني. وللمرتبطين، بالرغم ان انا شايفة ان هو معجب بيك وشايفك حاجة مختلفة، بالرغم ان انا شايفة كده يعني، لكنه بعد كده ممكن يتحول فعلا علاقتكم لحب. هو يمكن عاوز انه يخليك انت اللي تحبه فهو اللي يحبك. ممكن يكون داخل لك او داخل معاك العلاقة ان هو بيحبك عشان انت اللي تحبه فهو اللي يحبك. اكيد انتوا فاهميني. و بس يعني العلاقة دي عامة، الشخص ده في جميع الطاقات يستاهل الحب، لان الكارت ده كده طمني يعني. طيب، في هنا برج العقرب وبرج القوس، يبقى الشخص ده يستاهل تستناه، هيجي من الشخص ده. طيب، نخش بقى في مجموعة رقم 3، الجري. هل مشاعره صادقة ليك؟ وحدك؟ في حد في حياته؟ كلام اللي بيقوله لك صح ولا غلط؟ الشخص ده بتاع شغل، الشخص ده شخص بتاع شغل، بيحب شغله جدا، ويمكن شغله هو اللي واخده منك وانت مش عارف اذا كان هو فعلا بيحبك ولا لا. بس هو الشخص ده شخص بتاع شغل، شخص عملي جدا، شخص رزين وروتيني شوية يعني، ما بيملش من الروتين، لا هو بيحب الروتين عادي، ولو شغله صعب هو بيكمل فيه عادي، المهم ان هو يوصل للحاجة اللي هو عاوزها. طيب، بالنسبة ان الشخص ده صادق في مشاعره ليك، هو صادق في مشاعره ليك، لان اول كارت طلع كارت التين اوف كابس، ده المشاعر او الحب المكتمل يعني، كارت التين، مفيش اكتر من التين. فالشخص ده بيحبك ولكن مشغول بشغله. كمان شايفك حلو، شايفك جميل، شايفك امور يعني. كمان ممكن تكون انت تعرضت في بالنسبة للمنفصلين يعني، الشخص ده عرضك لعلاقة ثلاثية، وانا مش عارفة ليه شاكة ان العلاقة الثلاثية دي برضو شغله، مش بيعرف حد عليك، لا شغله هو، يمكن كان واخد وقته وانت شكيت فيه وسبته ورحلت عنه، ولكن الشخص ده عاوز يتواصل معاك يعني. ممكن تكون انت اللي سبته ومشيت وظنيت فيه، ولكن الشخص ده انا شايفه برضو ان هو عاوز يتواصل معاك، ويمكن كمان بيدعي ربنا او عنده دعوات بالنسبة لك انت يعني، نتكلم ما بينه وما بين ربنا عليك، ويمكن بيعمل لك تخاطر. طيب، الشخص ده مشاعره صادقة ليك، مشاعره صادقة ليك لانه شايفك انت الشخص الوحيد او الحاجة اللي كان بيتمناها الحلوة. بالنسبة كارت ذا ستار، كارت النجمة، يعني هو شايفك شخص مختلف وشخص اللي كان بيتمناه. بالرغم بقى من اللي حصل بالنسبة للمنفصلين، فالشخص ده انا حاسة ان هو او شايفة ان هو كان علاقته بيك او علاقة ثلاثية من ناحيته بالنسبة لشغله، شغله اللي كان واخد وقته. طيب، لو ده معجب بيك فهو فعلا معجب بيك، يعني لو قالك ان انا معجب بيك فهو فعلا معجب بيك، ولو انتوا مرتبطين فالشخص ده فعلا بيدور على الاستقرار معاك وعلى الاسرة. نشوف اكتر، ونشوف ايه حكاية العلاقة الثلاثية دي، او ليه كسر القلب ده.
عايز يدافع عن نفسه الشخص ده. المنفصلين في مجموعة رقم 3، الشخص ده عاوز يرجع لك يدافع عن نفسه قصادك، لكنه متردد مش عارف يعمل ايه او يرجع لك ازاي. ممكن يكون ضحك عليك في حاجة، ممكن تكون انت حسيت ان هو اناني ما بيهموش الا نفسه، فعشان كده انت سبته، بس الشخص ده عاوز يرجع لك تاني مهما كان هو عمل ايه، بس هو عاوز يرجع لك تاني ولكن متردد وطاقته بطيئة شوية. يعني ممكن يكون بيفكر بقاله كتير ان هو يرجع لك وازاي. طيب لو الشخص ده معجب، هو فعلا معجب، يعني التوضيح برضو اكتر. معجب بس برضو متردد، يعني طاقة الشخص ده سواء منفصل او سواء معجب بيه، انت معجب بيه هو برضو معجب بيك بس متردد وبيتعامل معاك بغموض. طب متردد ليه؟ متردد يعني يقول لك ايه مثلا؟ متردد انه يقرب منك مثلا ولا ايه؟ ده غامض جدا. متردد لإيه؟ متردد إنه يعرض عليك عرض ارتباط. طيب بالنسبة للمرتبطين، بالنسبة للمرتبطين لأ، هو فعلا بص يعني ده زواج وده خطوبة، يعني ما شاء الله هو نيته كويسة ليك من ناحيتك، نيته كويسة مفيش أي حاجة من نيته وحشة، ولكن هو شخص متملك شوية، بيحب ان هو يبقى معاك هو بس، انت ما تشوفش غيره، هو متملك شوية وغيور، ولكن هو حاسس من ناحيتك بالاحتواء، وهو كمان بالنسبة له عاوز يحتويك وحاسس بالحنية، مشاعر صدقه من ناحيتك، وكمان عاوز يطور في العلاقة. ده بالنسبة للمرتبطين. طب في أبراج هنا ايه؟ في برج القوس وبرج العقرب وبرج الميزان وبرج السرطان، برج العقرب تاني والميزان تاني. طيب نشوف بقى الشخص ده تستناه ولا تعمل ايه، مع انه طلع شخص متردد وطاقته بطيئة، شكلك هتستنى كتير. طيب نشوف هل تستناه، وهل هو الشخص ده يستاهل حبك وحدك؟ الشخص ده مجموع رقم 3، هل يستاهل الحب؟ ده بالنسبة للمنفصلين، هو شكله فعلا كان في علاقة، إيه انت ما ظلمتوش ولا حاجة، شكله فعلا كان في علاقة. طيب اشوف لك برضو ترجع له ولا لا. هو بالنسبة ان هو كان في علاقة، انا كنت حاسة ان هو كان العلاقة اللي واخداه او العلاقة الثلاثية اللي واخداه كان شغله، ولكن هنا طلع ان فعلا كان في علاقة وعرضك لكسر قلب. طيب انا عايزة اقول لك ان هو كمان اتعرض لكسر القلب ده، وان هو كمان تعب من بعدك، وان هو كمان بص كل كروت السيوف طالعه انه عاوز ياخد قرار، وبيفكر ان هو تكون معاك تاني، فالقرار في ايديك. انا شايفة ان هو اتعلم الدرس، شايفة ان هو اتعلم الدرس ده، ويمكن كمان الكارما رجعت له او جات له، بان هو اتعرض لنفس كسر القلب اللي عرضك ليه. بس انا شايفة ان في حب من ناحيته، او يمكن عرف قيمتك الشخص ده. بالنسبة للعلاقات الثلاثية، بالنسبة للناس اللي معجبين او بيكرشوا على حد،
هل تستنى الشخص ده؟ هل فعلا هيجي يقول لك؟ او انا شفت ان هو عاوز يعرض عليك عرض ارتباط، هل تستناه؟ ايوه. بالنسبة للكراش او المعجبين بحد وهو قايل لهم ان هو معجب بيهم، الشخص ده استناه او خليك معاه لان هو عاوز يجي يعرض فعلا عرض ارتباط، يعني هيجي ان شاء الله يعرض عليك عرض ارتباط. طيب المرتبطين، انا شايفة المرتبطين كويسين جدا، يعني مفيش تستناه ولا لا، انا شايفاه يعني تستنيه بس برضو نتأكد. بالنسبة للمرتبطين، لا تستناه طبعا، نفس الكارت طلع اهو، كارت التين اوف كابس، تستناه وتبقى معاه، لان كمان ممكن يكون في بينكم تواصل روحي وفي تخاطر، يمكن كمان انت جاذب الشخص ده ليك جدا. طيب في برج هنا ايه، في ابراج هنا ايه، في برج الحمل وبرج العقرب، برج الحمل تاني والاسد، طاقة نارية عالية و بس كده. طيب احنا كده خلصنا قراءة النهاردة، يا رب تكون القراءات عجبتكم وانطبقت عليكم، متنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو انتوا أول مرة تشوفوني وتعرفوني على نفسكم تحت في الكومنتات، ولو عايزين قراءة مدفوعة تتواصلوا معايا على رقمي، رقم الواتساب بسيبهولكوا دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. شكرا ليكم، باي باي.